طبعا لازم. اسف على ايه؟ انت شغل متخيلين يعني ايه جاي بيكي لحد هنا عند امل؟
اللي هو؟ والله ما بنعمل فيك مبلغ ما فيش اي حاجه خالص، والله ما في اي حاجه. والدبله دي فيك اهي 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 اهي، هي دي الوحيده اللي في ايديا وما فيش اي حاجه تاني. يعني ده مقلب حقيقي؟ والله ما والله ما في حاجه، بس ما تضربيش والنبي. خلاص اهدي. طب عشان تاخدي نفسك. اهدي عشان تاخدي نفسك. اهدي خالص. اهدي خالص. شوفيهم مشوا كده. اهدي يا ماما. اهدي. ابعد عني. اهدي والله يا فندم. ابعد عني. اقسم بالله لو ما خدت الحق خدها وامشي. هتيجي فيكوا جنان امشي. خدها وامشي. يا ماما. خدها وامشي. ماما امشي. غور من وشي. امشي. امشي غور من وشي. امشي. مقلب ايه؟ مقلب. خدها وامشي. والله هتيجي فيكوا جنان امشي. مقلب ايه اللي انت بتقوله؟ انا مش فاهمه. خلاص. امشي من وشي. خلاص طيب. امشي من وشي. لازم ناخد بعضنا ونمشي. لا ما مش هتهدى. مش هتهدى طول ما هي شايفاكي. طب انا همشي بس صالحها، ما تسيبهاش كده. مش هتمشي غير مش طول ما هي شايفاكي. مش هتهدى. هي مش هتهدى. خلاص انا عايز تمشي دلوقتي. خلاص وبعد كده نشوف الدنيا فيها ايه. طب اهدى شويه. خلاص خدها وامشي عشان هي دلوقتي حالتها تعبانه جدا. خلاص انا همشي. انا همشي من ورا عشان ما عشان ما خلاص مش يلا طرحه كمان اتقطعت. تعالي هو ماشي. هو ماشي. هو ماشي. ماشي كيف فيك ازاي؟ خلاص. طبعا زي ما كلكم شايف الفيديو الاخير، طبعا رد فعل امل كان رهيب شويه، كان شعرها عمال يقع لحد الان. مش عارف اتاسف لك ولا اتاسف للناس بتوع الزفه ولا اتاسف لامل. ممكن المقلب كان غشيم المره دي. الفيديو اللي جاي انا هعرفكم كل حاجه وكل الاسباب ايه اللي خلتني اعمل مقلب زي ده. بس طبعا كل الناس لا انا كل الفيديو اللي جاي هتكلم فيه عن كل التفاصيل اللي تخص كل الايام اللي فاتت دي. بس مش عايز حد منكم يبقى زعلان مننا لحد ما تعرفوا الاسباب. انا الاول بس هتاسف للناس بتاعه الزفه علشان يعني مش هينفع. اللي عايزكم تتاكدوا منه ان ده مقلب، ما كانش فيه اي حاجه بجد. ليه انا عامل المقلب ده هتعرفوا في الفيديوهات اللي جايه. بنس فكت وكل حاجه باظت. مش عارف اقول ايه. طيب انا واجب عليا ان انا اعتذر للناس قبل ما امشي، علشان صراحه ما كنتش معرفهم ان هو مقلب. احنا كنا بنعمل حوار صراحه. كل ده حوار واحنا سايبين الشغل وجايين؟ كل ده مقلب؟ معلش انا اسف. انا مش عايز اقول لكم غير والله انا بعتذر لكم على الموقع ده ان اليوم باظ. مش عارفين نعمل زفه. اتاسف لكم يعني. اتاسف عليه؟ الراجل بيبص كده ليه؟ اتاسف عليه؟ يعني ان احنا جايين نعمل مقلب وكده فتمام. انت فوتت شغل عشان تعمل مقلب؟ يا عم ده انا لسه كنت بشكر فيكم في اول الفيديو. يا راجل برضه ده كلام. يا عم والله لو اعرف انه مقلب ما كنت جيت. باي يا جماعه مين في يا عم الحاج قول كلمه. انت شكلك طيب. قول احكي قول. وازاي يعني تعمل مقلب انت وتجيب بقى كده يعني؟ اي والله خلاص انا متاسف لكم. خلاص يا اولاد بقى اتاسف على كده. خلاص زي بعض يا اولاد والحمد لله على كده. ومين هيحاسبنا احنا دلوقتي؟ هحاسبكم انا يا حاج. هحاسبكم انا. بس اهم حاجه تمشوا من هنا مرضيين. يعني بدل هنتحاسب وهنرضى. انا لازم اطلع حالا علشان انا مطرود من البيت. فهنطلع بره ونظبط الدنيا. ماشي حبيبي يا خير. نورتونا يا شباب. اسف بقى على الباص ده بس. ولا يهمك يا باشا. حبيبي يا باشا. I'm not sure.